بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نخص في هذه الكلمة النساء المسلمات ممن يحضرن في هذا المسجد ومن وراءهن من أخواتهن، أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء أكثر أهل النار، وذلك بسبب مخالفاتهن الكثيرة. وهذا شيء واضح على النساء في زماننا هذا، فإنها لما جاءت الفتن وتساهل الناس في أمور دينهم واختلط الحابل بالنابل وترجلت النساء، أخذنا صفات الرجال، حصل الشر الكثير في النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نظرت إلى غالب النساء في هذا الوقت تقول: ليس هذا هو ما كانت عليه النساء المسلمات قبل زمن يسير. النساء الآن تغير وضعهن جدا، استرجلنا، خرجنا على الحياء، وبرزنا في الأسواق وفي المكاتب وفي كل مكان، طالت ألسنتهن بالكلام، وأعظم من ذلك تساهل في الحجاب والستر في النساء وفي البنات الصغار. حتى البنات صرنا يربين على عدم الستر وعلى عدم الحياء، لباس فاتن لا يستر، كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل النار: صنفان لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يجدن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وذلك بسبب ما يتصفن به من الأخلاق السيئة في الكلام، في اللباس، في عدم البقاء في البيوت، في الخروج للأسواق، فيما يحصل في الاستراحات وفي بيوت الزواج من التفسخ والعري. يأتينا كاشفات الصدور والظهور والسيقان والأعضاد، يلبسن لباس الإفرنجيات لا لباس المسلمات. يا عباد الله، اتقوا الله، كفوا نساءكم عن هذه الأخلاق السيئة، فقد استرعاكم الله، استرعى الله الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض. لا تتركوا زوجاتكم وبناتكم وقريباتكم وأخواتكم المسلمات على هذا الوضع السيء، فإن بني إسرائيل إنما هلكوا بسبب النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالرجال إذا ضيعوا محارمهم، ضيعوا بناتهم وزوجاتهم قريباتهم، يعملن ما يشأن من غير حياء ولا خوف، يختلطن مع النساء المفتونات في المدارس، في المكاتب، في الأسواق، ثم يأخذن أخلاقهن ويرجعن إلى بيوتهن متغيرات. هذا ما أفسد المجتمع وعرضه لعقوبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة التي تخاف الله أن تصلح نفسها
بأوامر الله عز وجل وتجتنب نواهيه، عليها أن تصلح بناتها التي هي راعية عليهن في بيتها، عليها أن تصلح في بيتها وما حولها، لا تلبس بناتها اللباس الفاتن، اللباس الذي يشبه العري، لباس الكافرات الفرنجيات، البنطلونات، الأسماء لا أعرفها. الآن لو ذهبت إلى الأسواق لتشتري لنسائك ملابس ما وجدت ملابس المسلمات، إنما تجد ملابس الغربيات، وأما ملابس المسلمات فقد اختفت، اختفت من الأسواق. وكذلك عند الذين يخيطون الملابس ما تجدهم يخيطون على اللباس الشرعي، إنما يخيطون على رغبة النساء ملابس فاتنة لا تستر. فاتقوا الله يا عباد الله، فإنكم مسؤولون رجالا ونساء أمام الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فهناك منافقات وهناك مشركات وهناك فاسقات وهناك مستغربات. فاتقوا الله، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا بناتكم وزوجاتكم، أنقذوا محارمكم قبل أن يفجأكم من غضب الله ما لا تطيقون. والله لو خرج واحد ممن قبلنا بعشر سنوات ثم نظر إلى نسائنا لوجد الفرق بعيدا بين النساء في ذاك الوقت وفي هذا الوقت القريب. تغيرت الأمة، تغيرت الأزمنة، تغيرت الملابس، وكل ذلك بسبب التفريط وعدم المبالاة وعدم قوامة الرجال على النساء وعدم قيام الأمهات على بناتهن. إذا نشأت الأم بناتها الصغار على العري، على ملابس السوء وملابس الفتنة، فكيف ونشأت البيوت على هذا، فكيف يرجى للأمة حينئذ، يرجى لها مستقبلا طيبا سالما من الفتن؟ إذا سمحنا للفتن أن تدب إلينا تدخل بيوتنا ومجتمعاتنا هلكنا جميعا. فإن الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن المعاصي والمنكرات إذا ظهرت ولم تغير فإن العقوبة تعم الجميع، الصالح والطالح، الطالح لأنه عاصي والصالح لأنه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه، فتعمهم العقوبة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله، اتقين الله أيتها النساء، تواصينا بالحق، تواصينا بالصبر، اصبرنا على الفتنة، لا تنسلخنا مع من انسلخنا من الفاسدات ومن النساء المستغربات. ويقولون هذا تشدد وهذا تنطع وهذا إلى آخره، هذا تحجر، يصفون الإسلام بهذه الأوصاف، يصفون من يتمسك بدينه بهذه الأوصاف. لكن علينا الصبر وأن لا نلتفت إلى هؤلاء ولا إلى مقالاتهم، بل نتمسك بديننا وأخلاقنا حتى نسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. يا أيها النساء اتقين الله، اتقين الله، اتقين الله في أنفسكن وفي بناتكن وفي من حولكن، اتقين الله، أنقذنا المجتمع من عقوبة محدقة إلا إن رحمنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.